In this video series, you will discover Arabic vocabulary by topic. You will hear the word being pronounced, then pronounce it, and it'll be repeated once again. Each word is accompanied by a phonetic transcription, translation into two languages, and a sufficient explanation. Dans cette série de vidéos, vous allez découvrir du vocabulaire en arabe par thème. Vous allez entendre la prononciation du mot, vous le prononcez, et ensuite de nouveau répéter. Chaque mot est accompagné par une transcription phonétique, traduction en deux langues et une explication suffisante. LMBKUM FI Best Training School. Welcome to Best Training School. Bienvenue à Best Training School. In this video, we learn useful vocabulary to communicate at a hotel while checking. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le vocabulaire utile pour communiquer dans un hôtel lors de l'arrivée. Fil fondok. Fil fondok. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. لقد حجزت غرفة باسم إبراهيم سراج. أنا لورا. أتكلم العربية قليلاً. ناولني جواز السفر مع البطاقة البنكية من فضلك. تفضلي. شكرا. هل ممكن ملء هذه الاستمارة من فضلكم؟ طبعا. السيد سراج، لقد حجزتم غرفة بسرير كبير لشخص واحد مطلة على البحر لمدة 3 ليال مع فطور الصباح. مضبوط. أحتاج إلى تأمين المبلغ الإجمالي للحجز بالإضافة إلى 100 يورو يومياً لمدة الإقامة. طبعاً. هل تسمح لي بمرافقتك إلى غرفتك؟ بالطبع. تفضل من هنا. هنا المصعد وهناك الدرج. هذا الطابق الرابع وهذه غرفتك رقم 415. تفضل السيد سراج. شكرا جزيلا. ها هي حقائبك وصلت. أتمنى لك إقامة طيبة. أنت لطيفة جدا وتتكلمين العربية بصفة سليمة. أشكرك ولك مني كل الاحترام. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. لقد حجزت غرفة باسم إبراهيم سراج.
أنا لورا، أتكلم العربية قليلاً. ناولني جواز السفر مع البطاقة البنكية من فضلك. تفضلي. شكراً. هل ممكن ملء هذه الاستمارة من فضلكم؟ طبعاً. السيد سراج، لقد حجزتم غرفة بسرير كبير لشخص واحد مطل على البحر لمدة 3 ليال مع فطور الصباح. مضبوط. أحتاج إلى تأمين المبلغ الإجمالي للحجز بالإضافة إلى 100 يورو يومياً لمدة الإقامة. طبعاً. هل تسمح لي بمرافقتك إلى غرفتك؟ بالطبع. تفضل من هنا. هنا المصعد وهناك الدرج. هذا الطابق الرابع وهذه غرفتك رقم 415. تفضل السيد دراج. شكرا جزيلا. ها هي حقائبك وصلت. أتمنى لك إقامة طيبة. أنت لطيفة جدا وتتكلمين العربية بصفة سليمة. أشكرك ولك مني كل الاحترام.